لاقت مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في ظل فرحة عارمة وبهجة وسرور ملأت المحال التجارية والمراكز التجارية والمحلات والسلاسل أيضا والمطاعم الكبرى المشاركة في الاحتفال بثورة 30 يونيو تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. فرحة عارمة وبهجة وسرور ملأت المولات والمحلات والسلاسل التجارية والمطاعم الكبرى المشاركة في فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيو تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة هذه الاحتفالية لاقت إقبالاً كثيفاً من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. النهاردة يوم 30/6 طبعاً يوم عظيم لكل المصريين، وفي مبادرة كلنا واحد فيها كل تخفيضات، محلات كتير عاملة تخفيضات نقدر نستفيد منها، وياريت تستمر المبادرات دي على طول، ويا رب يدوم الأمن والأمان. ربنا يصلح الأحوال يا رب كده وتستمر المبادرة دي، وهي من الحاجات الكويسة جداً اللي أنا بعتبرها إنجاز من ضمن الإنجازات. 30/6 ده بيفكرنا بحاجة كويسة، حاجة عدت على مصر حلوة جدا. بنشكر سيادة الرئيس ان هو وصلنا للمرحلة دي. في ديسكاونت في كل حاجة في المحلات، اي ستور، محلات لبس، ذهب، اكل. فأتمنى ان المبادرات دي تبقى يعني في اي مبادرة او اي مناسبة نعمل كده كل فترة، اكسبيرينس عامة حلوة، ديسكاونت لذيذة، فموضوع اوفر اول يعني حلو. وكلمات الشكر والثناء من المواطنين خير دليل على ذلك، خاصة في ظل التخفيضات غير المسبوقة التي طرحتها المحلات والسلاسل التجارية طوال اليوم. أنا مبسوط جدا إن أنا السنة دي أول مرة أشارك في المبادرة، مبسوط جدا السيد الرئيس لمنا كلنا وكلنا بقينا كلنا واحد. مبسوطين جدا اللي هو مسك البلد، وإن هو وقف البلد على رجليها، وبقت البلد بقت احسن حال الحمد لله. بنشارك الشعب المصري فرحته، واحنا بنفرح مع الشعب المصري وعاملين تخفيضات هايله. 27 مولا تجاريا و22 كيانا صناعيا وتجاريا باجمالي 543 منفذا وعدد 59 سلسله مواد غذائيه ومطاعم باجمالي عدد 376 محلا قدموا مفاجآت عديده للمواطنين على عدد كبير من السلع والمنتجات المطروحة والخدمات. شيء عظيم المبادرة ديت، والمحلات كلها عاملة تخفيضات 50%، وبدل ما اشتري حاجة واحدة بشتري باخد حاجتين، ده شيء كويس جدا. فساعدتني المبادرة ان انا اعرف اشتري كذا قطعة، مش قطعة واحدة او قطعتين، لا ساعدتني لو انا مثلا نازلة اشتري قطعتين فالسعر لما قل وفر معايا في الفلوس. الحقيقة المبادرة لقيتها موجودة في كذا مكان، سواء في مطاعم او في بعض المولات ومحلات سواء ملابس او ما شابه، فالحقيقه انا استفدت في كذا مكان بالمبادره، وفعلا اشتريت بعض الحاجات اللي عليها تخفيضات كبيره جدا، فهي مفيده جدا لكل الافراد الاسره. كنت جاي اخد تيشيرت وبنطلون بس لا جبت حاجات كتير، الاسعار كويسه والتخفيضات كويسه جدا. ودائما ما تسعى وزاره الداخليه لتقديم خدماتها للمواطنين والمشاركه في كل الفعاليات والاحتفالات التي تقام على مدار العام. مبادرة رائعة جدا، واحنا مبسوطين جدا ان احنا صحينا على خبر المبادرة ده، وشفنا كل المحلات على السوشيال ميديا كاتبة كلها خصومات، وبجد كان خبر حلو يعني. احنا النهارده جينا المول لقينا الاسعار حلوة وتخفيضات حلوة وكل الاماكن عاملة ديسكاونت، وشكرا لسيادة الرئيس على المبادرة كلنا واحد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانت طيب يا ريس، بحبك قوي، تحيا مصر.